أناب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة لافتتاح مهرجان التراث السنوي 25 والمقام في موقع قلعة البحرين بتنظيم من هيئة البحرين للثقافة والأثار تحت عنوان عيون الروت. وقد أعرب سموه عن سروره لافتتاح المهرجان نيابة عن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والذي يحتفل هذا العام بيوبيله الفضي، مشيرا سموه إلى أن رعاية جلالته واهتمامه الشخصي بهذه الفعالية منذ انطلاقتها عام 1992 قد جعلت من هذا المهرجان معلما بارزا على خريطة الفعاليات الثقافية لما يحتضنه من ملامح الهوية البحرينية وتراثها الإنساني الغني التي تشكل أساسا قوة أو قويا انطلاقا منه المملكة في مسيرة نمائها بشخصية متفردة تعتز بتاريخها وامتداده الخليجي وتستلهم منه الطموح والوعي في تطلعها نحو آفاق المستقبل الرحب ليتعزز المنجز الإنساني البحريني. وقد هنأ اسمه معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار على استمرارية نجاح مهرجان التراث الذي يلقى إقبالا جماهيريا طيبا، مشيدا بدوره في تقوية روح الانتماء والافتخار بالهوية البحرينية وتعزيز تواصل مختلف الأجيال مع عناصر الموروث الثقافي والحضاري في مملكة البحرين. ونوه اسمه بعنوان المهرجان هذا العام عيون انروت، وباهتمام القائمين عليه باستذكار مكونات الموروث الشعبي البحريني المرتبطة العيون الطبيعية من عادات اجتماعية وموروثات شعبية تركت بصمتها في الحياة اليومية للبحرينيين، مما يجسده المهرجان بصورة لها أثرها ودفئها من خلال الأعمال الفنية والحرف الشعبية المرتبطة بالعيون الطبيعية والقرى الزراعية وورش العمل الموجهة للنشء. هذا وقد رفعت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشكر والامتنان إلى جلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لما يبديه جلالته من حرص دائم على الاعتناء بأبرز أوجه تراث مملكة البحرين وإرثها الإنساني العريق، مشيرة إلى أن رعاية جلالته في كل عام لمهرجان التراث إنما يدل على تعبير صادق لرؤيته الحكيمة للارتقاء بالمشهد الثقافي والإنساني في البحرين ودعمه للبنية التحتية الثقافية. كما أعربت معاليها عن الشكر لسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة على افتتاح سموه لفعاليات مهرجان التراث نيابة عن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وقالت إنه تم نقل موقع المهرجان إلى موقع قلعة البحرين المسجل على قائمة التراث الإنساني العالمي لمنظمة اليونسكو تكريسا لدور الأماكن التراثية في صناعة الحدث الثقافي. وأضافت أن لتراث البحرين الإنساني ملمح جميل يدفع للافتخار بالهوية الثقافية وحضارة هذا الوطن التي تمتد إلى آلاف السنين، وهو القيمة الحقيقية التي تصنع بها منجزات ترتقي بالوطن وتجعل منه نقطة جذب حضاري في المنطقة والعالم. منوهة أن المهرجان يأتي تزامنا مع برنامج هيئة الثقافة للاحتفاء بالتراث البحريني بشعار آثارنا انحكت.